يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا في مأولما ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحمى حماه وأسلما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من في الأرض أرضاه منعما وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبه أقلب كفي إثره مترددا ولكنه إن جاء عفوا قبلته وإما للم أتبعه هلا وليتما.